مكان يا مكان، كان في زمان راجل طيب فقير وكان عنده من الأولاد كتير. كان بيشتغل صانع لقماش المراكب الشرعية. كان طول السنة بينسج الخيوط على النول بدقة وعناية عشان يبقى القماش متين، وفي سنة من السنين راح السوق عشان يبيع القماش لأصحاب المراكب. لكن حصلت مفاجأة، في تاجر قماش تاني سبقه وباع قماش زي اللي صنعه لأصحاب المراكب والصيادين. زعل جدا الراجل الطيب على تعبه ومجهوده اللي ضاع، وقعد يفكر أعمل إيه؟ تعبي كله راح، إزاي هجيب احتياجات أولادي؟ قعد الراجل في السوق في الطريق وحط القماش قدامه. كان كل اللي يشوفه يقول له معلش ربنا يعوض عليك إن شاء الله، ومنهم اللي كان بيسخر منه، لحد ما في واحد راح قال له بسخرية كده روح يا عم اصنع من القماش بتاعك ده سراويل. قال له الكلمة دي وكان بيضحك عليه. الراجل الطيب سمع الكلمة حزن أكتر، لكن بعد شوية بدأت الكلمة ترن في ودانه وفجأة قال والله فكرة، ليه ما اصنعش من القماش سراويل بشكل جديد وبيعها للصيادين؟ وبالفعل أخذ القماش وصنع منه سراويل جميلة متينة، وحط لها كمان تعديلات عشان تبقى مريحة أكتر، وضف لها جيوب عشان يحط فيها الصيادين أدواتهم. وبعدين راح الرجل الطيب للسوق مرة تانية ونادى وقال مين يشتري سراويل مريحة ومتينة؟ راح اتجمع بقى الصيادين قدامه واشتروا السراويل اللي صنعها الرجل الطيب. الرجل الطيب كسب فلوس كتير أكتر بكتير من الفلوس اللي كان هياخدها لو كان باع قماش كده. قدر الراجل الطيب يحول فشله ده لنجاح، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لكن لازم نتعلم منها إننا ما نيأس أبدا، لازم نحاول وما نقولش خلاص إحنا فشلنا، لازم نحاول من جديد ما نكررش أخطأنا، وبجهدك وبتعبك هتنجح وتنجح وتنجح. كان يا مكان حكايات ترويها لكم سوزي شعبان، إخراج عمر طارق. علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزنهتي.